مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حديث اليوم. نستقبل اليوم المفكر السياسي والكاتب الليبرالي المصري طارق حجي، الذي سيقدم لنا قراءة عن الأوضاع المختلفة في دول شمال إفريقيا وبعض الدول العربية الأخرى. أستاذ طارق، أهلا بك. أهلا بك يا سيدي. بداية لنتحدث عن كيف تقرؤون الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. مصر في لحظة تاريخية بالغة الحرج وفارقة أيضا، بمعنى أنني كما قلت في واحدة من الكلمات التي ألقيتها هنا، أن السؤال هل الأوضاع الآن أفضل أم كانت قبل الثورة أفضل، أقول أن هذا سؤال فلسفي خاطئ. فما هو قائم الآن هو نتيجة الماضي، بمعنى أن 60 سنة من الحكم العسكري و30 سنة من حكم حسني مبارك أدت بنا إلى أوضاع اقتصادية اجتماعية سياسية تعليمية هي خلفية ما حدث. وبالتالي في الصورة الآن لا نستطيع أن نقول هل كان يمكن تلافيها أم لا، هذه حتمية. وأيضا أنا لست سعيدا بفوز الإسلاميين، ولكن هذا واقع يجب أن نعيش معه وأن نتعامل معه. هؤلاء الناس حصلوا على تلك الأصوات وتلك المقاعد لأسباب عدة. إذا أردنا أن نسحب البساطة من تحت أقدامهم فليس بالوسائط الأمنية وليس بالاعتقالات وليس بالتعذيب كما كان يحدث من قبل، ولكن بلعب أدوات الديمقراطية، أي أن هؤلاء الناس تجاوبوا مع الاحتياجات الحياتية للبسطاء، وفي نفس الوقت استفادوا من الغطاء الإسلامي. نحن نعتز بالانتماء الإسلامي والطبقات الشعبية أشد اعتزازا منها. أرى أن اللحظة فارقة ولكن لا مفر منها، لا بد أن نخوض غمار التجربة ونلعب الديمقراطية بأدواتها ونركز على الإصلاح الاقتصادي حتى لا تتفاقم الأمور وتتلو الثورة التي كان هدفها الحرية ثورة جياع. نعم، هل تعتقدون أنه يمكن نسحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين في مصر؟ أعتقد أنه يمكن ذلك، ولكن ليس بطريقة دراماتيكية، بمعنى أنه ليس الثورة عليهم وإنما التعامل معهم بطريقة تؤدي إلى تغيير بعض مفاهيمهم واقتربهم إلى الدولة المدنية، وفي نفس الوقت أن نعمل نحن أيضا على أن نثبت للشارع أن لدينا روشتة أو وصفة أنجع لمتطلباتهم. بمعنى أنا لا أعتقد أن الإسلاميين ظلوا على قلب رجل واحد بسبب آخر إلا البطش. في سنوات البطش بهم كانوا موحدين، والآن وهم على السطح سوف ينقسموا لا محالة إلى يمين ويسار ووسط. وأن أعتقد أن الغلبة ستكون لمن سيكون أكثر اعتدالا، لأن الظروف الاجتماعية لن تحل عن طريق الشعارات وإنما عن طريق المناهج. وأنا أؤمن أن كل المناهج التي تقود إلى التقدم ليست مسلمة أو مسيحية أو يهودية، ليست شرقية ولا غربية، وإنما هي إنسانية، بمعنى أن قواعد علوم الإدارة الحديثة، عالمية المعرفة، كونية الثقافة، هذه ليست غربية، هذه إنسانية في المقام الأول. وما هي ماذا عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر؟ يعني هل حققت الثورة أهدافها هناك؟ ليس على الإطلاق، بل بالعكس، قد تكون الأوضاع الاقتصادية قبل الثورة بشهور أفضل الآن، لأننا في حالة ركود. مصر تعتمد على مصادر كثير منها هزته الثورة، بمعنى مصر كان يأتيها من 12 إلى 14 مليون سائح، في هذا العام جاء 8، أعتقد في العام القادم سيكون أقل بسبب عمليات خطف السائحين والعنف وهروب السائح من مدينة القاهرة بالذات لأنها بالنسبة له مصدر قلق. أعتقد أن المطلوب الآن هو استقرار الأحوال وانتهاء المرحلة الانتقالية. وأنا رغم أنني على خلاف واسع مع الإخوان المسلمين، إلا أنني أعتقد أن سيكون لهم أداء اقتصادي جيد على الأقل في المرحلة الأولى. نعم، لننتقل إلى دول شمال إفريقيا الأخرى. وقام الرئيس التونسي بزيارة إلى عدد من دول شمال إفريقيا، منها الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا، وذلك لتأسيس أو لإعادة إحياء الاتحاد المغاربي. كيف تقرؤون هذه الخطوة؟ أقرأها كخطوة بالغة الإيجابية، بمعنى أنني لم أقبل أبدا ذلك الشرخ في العلاقات الجزائرية المغربية الذي هو سبب ما كان قائما. وأنا أعتقد أنه يمكن تجاوز أزمة الصحراء الغربية،
يعني أنا لا أدعو أحد لكي يتنازل عن موقفه، ولكن أدعو كما دعا الرئيس التونسي إلى تجاوز تلك النقطة الخلافية، بمعنى فلتبقى المسألة في مراتع المناقشات والمداولات وفي الأمم المتحدة، ولكن لا تكون تلك عثرة. يعني وصلنا لمرحلة غلق الحدود الجزائرية المغربية، هذا عيب. لماذا؟ لأنني على أنا عشت في الجزائر، كنت أدرس في الجامعة وعشت في المغرب، وأعرف أن هذا الخلاف حكومي بحت، بمعنى أنه ليس خلاف شعبي. فأنا أعتقد أنها خطوة بالغة الإيجابية، وأتوقع لها أيضا الخير، لأن الملكية في المغرب قالت لنا خلال السنوات القليلة الماضية ما يعني أنها واقعية جدا، وأنها تسبق الأحداث، وأتمنى أن الجزائر تسير على نفس الدرب. عن المغرب، ما هي استنتاجاتكم من وراء كل هذه الأحداث في المغرب، وكيف ما هو تقييمكم للوضع هناك؟ أنا أعتقد أن في كل الدول العربية باستثناء المغرب فقد كانت الأحداث سابقة للحكم. أعتقد أن الوضع يختلف في المغرب، أن المغرب وهذا يحسب له كان يحاول أن يكون إما أمام الأحداث أو بمحاذاة الأحداث. لذلك الخطوات التي اتخذت خلال العام الماضي بالذات 2011 خطوات إيجابية تجاه ملكية دستورية. أنا أتوقع أن المغرب تكون أول دولة عربية فيها ملكية دستورية، أتوقع أن هذا سيحدث، ليس على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والبعيد، وفي ذلك إنقاذ للمجتمع وللملكية أيضا، لأن الملكيات التي بقت في أوروبا هي الملكيات الدستورية، أما الملكيات التي تحكم مثل السعودية وبعض البلاد العربية فإنها ضد التاريخ. فأنا أعتقد أن المغرب سوف تحظى بتجربة جيدة مع الإسلاميين، أو على الأقل ليست بالسوء الذي كان يتوقعه البعض، بمعنى أن يعني تاريخ المغرب أنت تعرفيه تاريخ فيه علاقة مختلفة بين السلطة والشعب عن معظم البلاد العربية. نقترب من موعد الانتخابات في الجزائر، كيف أنتم ترون مستقبل الجزائر بعد الانتخابات؟ يعني أنا للأسف رؤيتي للجزائر ليست، قراءتي لمستقبل الجزائر ليس إيجابيا، وأتمنى أن أكون مخطئا. هناك وضع في الجزائر لا يختلف كثيرا عن الوضع في سوريا، بمعنى أنك كما قلتي سيكون هناك رفض شديد من جوانب من الذين يملكون أدوات القوة في أيديهم لوصول الإسلاميين للحكم عن طريق صناديق الانتخابات، وأعتقد أن هذا قد يخلق موقفا مشابها للموقف في سوريا. أتمنى أن تحذو الجزائر حذو المغرب وتسبق الأحداث، بمعنى أن في النهاية سيحدث أن الإسلاميين سيشاركوا في حكم الجزائر، ولكن العبرة هل سيحدث بعد أن يراق الكثير من الدم على الأرض أم لا؟ والتاريخ يقول أن في هذا البلد احتمالات إراقة الدم كبيرة، وأتمنى مخلصا أن أكون مخطئا. هل حققت الثورة في ليبيا أهدافها، خصوصا بعد مرور عام، وخصوصا بعد احتفال ليبيا بعيد الثورة الأول؟ لابد أن نميز بين أمرين، بين نظام القذافي وبين ما سيحدث بعد ذلك. نظام القذافي كان ضد التاريخ وضد الإنسانية وضد الحريات العامة، وكان شيئا يعني كوميديا هزليا تراجيديا في نفس الوقت، كوميديا في الأداء تراجيديا في بعض النتائج. يعني أن شعب كان يستطيع أن يعيش في الجنة في الفردوس وهو فقير، شعب عدده 6 مليون وعنده بترول كثير، وأضاع الثروة في تأييد ثورات خارجية والجيش الجمهوري الأيرلندي وخلافه. إذن نهاية النظام كان حتميا. ربما أعترض على قتل القذافي من منطلق أنني ضد الإعدام بأي شكل من الأشكال، ولكن أنا أخشى الآن أن يكون التوجه الإسلامي في ليبيا ليس بنضج التوجه الإسلامي في تونس والمغرب. كل الدلائل تقول أنه قد يكون أيضا وراء التوجه الإسلامي في مصر أن يكون عاطفيا متسرعا يميل إلى الإغلاق. أتمنى أن لا يكون كذلك، ولكن كل ما أسمعه يصب في هذا المنحى. متى ستحقق هذه البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي استقرار وأمن ونعيم لشعوب تلك البلدان؟ ربما يستغرق الأمر وقت، ولكن دعيني أقول أن نحن أمام سيناريوهين. سيناريو القهر الذي كان موجود في الأساس في الجمهوريات العربية أكثر من الملكيات، وبدرجة ما في الملكيات، وسيناريو ما بعد الثورة. السيناريو الأول ليست له إلا نتيجة واحدة،
هي الفشل وضياع حقوق الشعب وعدم الممارسة والفشل الاقتصادي والنهب والفساد. نحن الآن عندنا احنا امام احتمالين، اما ان ننجح او ان نفشل. اذا على الاقل في احتمالات النجاح، فالصورة الآن افضل. لماذا؟ لاننا قد ننجح وقد لا ننجح. في الماضي كنا اما ان لا ننجح او لا ننجح، فالصورة الآن فيها امل، ولكن الاستقرار يتوقف على اداء القوى الإسلامية. هل ستكون مواكبة للعصر؟ بمعنى أن تعرف أن تحديات العصر حلولها علمية في المقام الأول. لا توجد حلول إسلامية أو يهودية أو مسيحية لمشاكل مثل خلق وظائف العمل، تجويد نوعية التعليم، اللحاق بركب البحث العلمي. هذه المشاكل ليس لها حل إسلامي أو يهودي. إذا هذه القوى كانت معتدلة، وأعتقد أنها ستكون في بعض الدول، أعتقد في تونس ومصر قد يفاجئنا الإسلاميون بعقلنا وانفصال عن السلفيين. هذا سيكون الاختبار الأول. إذا أداروا ظهرهم كما أتوقع للسلفيين، لأن السلفيين سيغرقوا بالإسلاميين المركب، لأنهم سيركزوا على قضايا مثل عدم اختلاط الرجال بالنساء، والسائح لا يشرب خمر، وعدم سباحة المرأة في البحر، وعدم اختلاط التلاميذ في المدارس. هذا سيؤدي إلى غرق المركب. وأنا أعتقد أنهم لن يسيروا، هم غير محتاجين أنهم يسيروا في هذا الاتجاه. هم عندهم أغلبية بدون هذا الاتجاه، وسوف أعتقد يأتلف مع القوى المعتدلة. وأتوقع أن في ظرف من 3 إلى 5 سنوات يكونوا قد بدأوا في العودة إلى البناء. أستاذ طارق، شكرا. شكرا لك على الحوار الشيق أيضا. وأنتم أعزائي المشاهدين تابعونا في حلقة جديدة من حديث اليوم. هذه وفاء الضاوي وفريق العمل، نتمنى لكم أوقاتا سعيدة.